نروح مع حضراتكم لجولة كده مع أخبار المحافظات، والبداية من محافظة البحيرة حيث تم تنفيذ 350 مشروع جديد في قطاع الشباب والرياضة بتكلفة إجمالية تصل إلى 288 مليون جنيه. في الشرقية تم تدشين فعاليات المشروع القومي للموهبة الحركية. كمان في الغربية تم استلام 2 طن لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. أما في أسوان فتم افتتاح المركز التكنولوجي بمديرية التموين لتقديم 20 خدمة للمواطنين. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في البحيرة أعلنت مديرية الشباب والرياضة إن عدد المشروعات الجديدة اللي تم تنفيذها مؤخراً في قطاع الشباب والرياضة بلغ 350 مشروع جديد بتكلفة أكثر من 288 مليون جنيه، بيستفيد منه أكثر من 2 مليون شاب وفتاة. في الشرقية أكدت مديرية الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة الحركية، وبيتضمن تدريب الأطفال على مهارات الجودو وسلاح الشيش وألعاب القوى، وده بالصالة المغطاة بجوار منطقة التجنيد أيام السبت والاثنين والأربع من كل أسبوع. في الغربية شهدت المحافظة تسليم 2 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن المحافظة، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. في أسوان افتتحت المحافظة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر مبنى مديرية التموين بطريق السادات على مساحة 300 متر مربع وبتكلفة 15 مليون جنيه، وبيضم 7 شبابيك لتقديم أكثر من 20 خدمة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية والأنشطة المختلفة بالجودة العالية. في الأقصر أعلنت المحافظة عن تسليم اللحوم الطازجة ل 73425 مواطن من أضاحي عيد الأضحى المبارك بما يعادل 14688 أسرة في 86 قرية و 379 تابع وعزبة على مستوى المحافظة، وده مع مراعاة معايير الجودة أثناء تداول اللحوم. في سوهاج أعلنت مديرية الصحة إجراء أول جلسة غسيل كلوي لطفلة عمرها 9 سنوات بمستشفى سوهاج العام كأول حالة غسيل كلوي للأطفال تتم بمستشفيات وزارة الصحة بسوهاج.